مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكسو نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي يا فندم، احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجروا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى سنيني. اوعى انت يا رمضان، وسع يا ولد انك نوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولد. لا ده الجزم. كمل. يستطيع فيرب مدرع مجروب. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولد بس الفعل بقى فيرب. الولد ماشي بيتضرب، اكسروا الباب. انا اللي انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا، اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي، ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الولد ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الدرع. انت مش عارف الولد ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي النفين ده كله يا ربي، هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه، وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. اوعى شوية اخ لو سمحت. يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعد أبص. إلهي ما أوعى أروح.
الهي هتشلي واقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي، اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني؟ لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس ده انا سعيد وفخور بيك جدا، وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بي؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جزم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول لسعادتك فيرب. معلش فيرب يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني. أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة، فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد من ثلاثه نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت عدي يا بت بلاش لكاع عدي. مالهمش مزاج ايه ياخدوا حصه؟ يا صلاه النبي احسن لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا ده الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والناصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي. ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد. انت يا بت اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده شعر معفن انت. تعدل تعدل بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ. انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. يا اختي افتحي بوك تاني فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره دي يتحلق بدل ما احرقهولك فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرصاني.
احمد الخرساني. ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا. باين عليك الصيحه انبسط. امان عليك وانت قاعد في البيت ابهات سيره المستشفيات الحكوميه اللي الناس بتترمي فيها على البلاط واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه. يمكن حد يهتم. اوكي اوكي انا بشحت منك هذا اللي يتعدل. اوكي وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا دي انت ولا ايه؟ مش بستظرف والله حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل. اتخانقوا. امي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز الاقيها يا ست حامل يعني. فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا فقالت خلاص نسميه وائل. فام تقول لا امير ودي تقول وائل. بعده اسكت بقول لك. ما هو بعده بقول لك اني مالي اني مالي يا رزق انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال شكلك رخم وسنتك سودة طينه معايا. انفخ عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت من ساعة ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل لحظة واحدة لحظة واحدة. ما ينفعش تقعد كده. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة. هاتي حاجة هاتي يا بنت الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي. أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً. يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام دي مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان. قلت له أنا بحبش الحلفان إنجز عايز مني إيه. قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك وأنا يمكن أخون الأمانة. يعني لو أنتوا فاكرين أن أنتوا مسنودين أني كمان مسنود. يو وات كارون بيبول. اهلا اهلا يا حيلته. اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مكنتش. مين جيجي ده؟ هي جيجي هي ده هي. اهلا يا ست جيجي. كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه كنتوا فين؟ تيجي ايزي شي هاد بوي فريند بروبلم سو اي كانت جست وورك اوت هير بوي فريندز ا بيت اوف ان ايديوت يا سو اي جست يو نو ستيبت اب تو هير سو واتس جوين اون مي واتس رونج وذ يو مان. خلاص 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 اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا غوري مكانك. امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوه يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو. هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب. هاتي بنت الكتاب ايه بس لو انا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي. ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدف في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال وقرب منهم صاحبهم. شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسواح افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت. بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها. بقى يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت. الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر يا خبر اسواح. البت بت طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي. مضاف اليه مرفوع بالضمه. في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه. بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي. انما الصرف والنحو دي مسؤوليه تاني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 ما تطولش يا رمضان. ده وزير الدخليه. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده. في ايه؟ وانا اللي كنت محبكي هو المضاف اليه دي ابن اختي.
أنا مالي، أنا بشكرك والله على المعاملة الطيبة، ألف شكر. معالي الوزير؟ أيوة معاليك. مع سعادتك. أكيد يا فندم. هنوصل الأستاذ رمضان لحد باب البيت. أكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، معالي الوزير. يا باشا، إزاي معاليك؟ ألف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا لا، هو ولا حد في المدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره،